اليوم جينا هنايا كأولياء أمور التلاميذ اللي كيعرفوا كما كيعرف الجميع بأن اليوم كانت واحد الوقفة أمام النيابة، جينا كنطالبوا النيابة باش تشوفنا الحل في هذا المشكل ديال الأساتذة وهذه المجموعة ديال الإضرابات، لأن المتضرر الأول والآخر هو الأولاد ديالنا، وحنا كنعرفوا وحنا داخلين لواحد الفترة ديال الامتحانات والأولاد ديالنا باقيين ما شبروا حتى شي حاجة. إذا الوقفة ديالنا اليوم كانت باش يسرعوا الوتيرة باش الأساتذة يرجعوا يستأنفوا العمل ديالهم باش الأولاد ديالنا يستمروا في الدراسة ديالهم، لأن ما خصناش يخرجوا بواحد السنة بيضاء، لأن حنا في الطريق ديال السنة بيضاء، لأن التلاميذ باقي حنا كنشوفوا داخلين الامتحانات والتلاميذ باقي ما كاين حتى شي حاجة، هي الإضرابات والتلاميذ هما اللي ضايعين والأولاد ديالنا هما اللي ضايعين. فلذا كنوجهوا النداء ديالنا النيابة ووزارة التعليم أنها تسرع الوتيرة وتشوف الحل في أقرب وقت إن شاء الله. الوقفات اللي كانت عند الامهات والاباء اليوم بمقر ديال المديريه، بطبيعه الحال كانت عندنا فرصه اننا نتحاوروا مع الامهات بخصوص هذا الموضوع، وكانت عندنا معهم جلسه الجميع يتفهم هذا الموقف. اعتقد ان كيتبذل واحد المجهود من طرف القطاع الوصي من طرف رئاسة الحكومة لحل حالة هذا المشكل. حاولنا ما أمكننا نطمئنوا الأمهات على المصير ديال التلام ديالهم وعلى التمدرس ديالهم. هذه المؤسسة التعليمية العمومية هي للجميع، بطبيعة الحال المديرية الإقليمية غتبذل المجهود كباقي المديريات من أجل تدارك هذا الزمن الدراسي الضائع من خلال الدعم التربوي اللي بديناه واللي غادي نوصلوه في مجموعة من المؤسسات ولفائدة العديد من التلاميذ، بشراكة مع جمعية المجتمع المدني مع مجموعة من الفعاليات التربوية اللي انخرطوا وعبروا على الرغبة ديالهم أنهم يقدموا هذه الدروس ديال الدعم. إذا الأمهات اللي كانت عندنا فرصة نجلسوا معهم تفهموا الوضع ومقتنعين بأن هذا المشكل هذا غادي يلقى الحل ديالو في القريب العاجل بإذن الله، وكنراهنوا على هذا الموضوع هذا. إذا إن شاء الله نتمناو أنه في الأيام المقبلة يتم حل حالة هذا الموضوع هذا وترجع المؤسسة التعليمية تشتغل بشكل عادي كيف ما بداية الموسم الدراسي. ما غادي نكرمش بان هاد الفترات اللي فيها التوقف فيها تاثير على الزمن المدرسي، ولكن غادي تبدا المجهود الضروري لتدارك هاد الضياع اللي وقع من خلال كيف ما قلت الدعم التربوي او حصص الدعم التربوي اللي غيستافدوا من التلاميذ بتدخل العديد من المتدخلين سواء المديريه الاقليميه او لجمعيه المجتمع المدني او للسلطات المحليه او لجمعيات اباء وامهات اولياء التلاميذ. وبهذه المناسبه هذه كنشيد بالدور ديال الفيدراليه اللي كذلك عبرت على الرغبه ديالها ان الخيرات في هذا الورش من اجل تدارك هذا الزمن المدرسي الضائع.